أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: دعوته صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه. أخرج أحمد عن عدي بن حاتم قال: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة، فخرجت حتى وقعت ناحية الروم، وفي رواية حتى قدمت على قيصر. قال: فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيته من كراهيتي لخروجه صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. قال: فقدمت فأتيت، فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم ثلاثا. قال: قلت: إني على دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. هو بيقول للنبي: أنا راجل صاحب ديانة. قال له: أنا أعلم بدينك منك. مفاجأة دي. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ أنت أعرف بالدين بتاعي مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية؟ يعني ألست تتبع فرقة لها دين ومذهب بين النصارى والصابئة اسمها الركوسية؟ قال: وأنت تأكل مرباع قومك، يعني بتأخذ ربع الغنيمة، بتأخذ ربع الإيه؟ الغنائم لوحدك. قلت: بلى. قال: هذا لا يحل لك في دينك. يعني الموضوع ده في دينك ليس حلالا. قال: نعم. فلم يعد، يعني لم يتكلم هذه الكلمة، فلم يعد أن قالها فتواضعت له. يعني خلاص بقى، يعني إيه، تعلمت الأدب بقى، يعني انضبطت. قال: أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام، تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم ومن وقد رمتهم العرب. يعني أنت بتقول مش عايز تتبعني، بتقول اللي ورا منه شوية رعاع وهمج وأراضي للناس، والناس اللي ملهمش كلمة ولا رأي ولا مشورة، الضعفاء والعرب كمان، يعني إيه، خلاص هجرتهم وقاطعتهم. ثم قال له: أتعرف الحيرة؟ أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة. الضعينة اللي هي المرأة في الهودج، اللي هي خارجة لوحدها يعني، من الحيرة. يا سلام. الحيرة دي طبعا في العراق، مكان بين النجف والكوفة، واللي فتحها سيدنا خالد بن الوليد. حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولا يفتحن كنوز كسرى، كسرى بن هرمزة. قال: قلت: كسرى بن هرمزة؟ قال: نعم، كسرى بن هرمزة. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الضعينة تأتي من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت، يعني أنا بنفسي، كنت في من فتح كنوز كسرى، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، اللي هي إيه، أن يفيض المال ويبذل حتى لا يقبله أحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد قالها. نعم. وأخرجه البغوي أيضا في معجمه بمعناه كما في الإصابة. وأخرج أحمد أيضا عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بعقرب، فأخذوا عمتي وناسا. وعقرب أو عقرباء موضع في أرض اليمامة، وكانت خير وقائع بين المسلمين ومسيلمة الكذاب. فأخذوا عمتي وناسا
فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفوا له. قالت يا رسول الله بان الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فقال ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله؟ قالت فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي، قال سليه حملانا، سليه حملانا أي دابة. فسيدنا علي رضي الله عنه يدلها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم دابة لركوبها، أن الدالة على الخير كفاعل، يعني قال لها كمان هو النبي هيطلق سراحك ولكن هتمشي إزاي، اطلبي منه دابة تركبينها. قال فسألته أي دابة تركبها، فأمر لها. فقال عدي فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة أو فعلة ما كان أبوك يفعلها، وقالت إيته راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه، أتاه فلان فأصاب منه. قال فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، فذكر قربهم منه، فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. فقال له يا عدي بن حاتم ما أفرك؟ أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر صلى الله عليه وسلم، وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. قال ثم سألوه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل، لكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل أي تعطوا من الفضل. ارتضخ امرؤ بصاع، ببعض صاع، بقبضة، ببعض قبضة. نعم. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال بتمرة، بشق تمرة، وإن أحدكم لاق الله، لاق الله، فقائل ما أقول؟ ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ فينظر بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، فما يتقي النار إلا بوجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوه فبكلمة لينة، إني لا أخشى عليكم الفاقة يعني الفقرة، لا ينصرنكم الله ولا يعطينكم أو لا يفتحن عليكم حتى تسير الضعينة بين الحيرة ويثرب، اللي هي المدينة المنورة، أو أكثر ما تخاف السرق على ضعينتها. وقد رواه الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك، أخرج البيهقي شيئا منه من آخره، وهكذا أخرجه البخاري مختصرا كما في البداية. دعوته صلى الله عليه وسلم لذي الجوشن الضبابي رضي الله عنه. أخرج الطبراني عن ذي الجوشن الضبابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي، بابن فرس قيل اسمه أوس بن الأعور، ابن فرس لي يطلق الابن على الذكر والأنثى أحيانا فيما لا يعقل من الحيوان والطير، يقال لها القرحاء. فقلت يا محمد قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال لا حاجة لي فيه، وإن أردت أن أقيضك بها، يعني من المقايضة أي أعطيك بدل وأعوضك عنه. نعم، إن أردت أن أقيضك بها
المختارة من دروع بدر فعلت، يعني أدي لك الدرع بتاع بدر بدلها. فقلت ما كنت لأقيضه اليوم بغرة، بغرة أكثر ما يطلق الغرة على العبد والأمة، فالمعنى ما كنت لأقيض فرسي بعبد فكيف لأقيضه بدرع؟ إزاي يعني أديه لك مقابل درع وأنا ما كنتش أعطيه لأحد مقابل عبد أو أمة؟ لا حاجة لي فيه. ثم قال يا ذا الجوشن ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر؟ مش عايز تدخل الإسلام وتبقى من السابقين يعني الأوائل؟ فقلت لا. قال لما؟ قال قلت رأيت قومك قد ولعوا بك. قال فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟ ومعنى ولعوا بك أي لجوا في أمرك وحرصوا على إيذائك. نعم. وأيضا المعنى أنهم استخفوا بك. قال فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟ قلت بلغني، قد بلغني. قال فإن نهدي لك. قلت إن تغلب على الكعبة وتقطنها. قال لعلك إن عشت ترى ذلك. ثم قال يا بلال خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة. فلما أدبرت قال أما إنه من خير فرسان بني عامر. قال فوالله إني بأهلي بالغور إذ أقبل راكب فقلت ما فعل الناس؟ قال والله قد غلب محمد على الكعبة وقطنها. قلت هبلتني أمي أو هبلتني أمي ولو أسلمت يومئذ ثم أسأله الحيرة لأقطعنيها. يعني في شوية طمع، يعني لو كنت دخلت الإسلام من بدري وطلبت منه الحيرة كان ادهالي. وفي رواية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك من ذلك؟ قال رأيت قومك قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك فانظر ماذا تصنع. فإن ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك وإن ظهروا عليك لم أتبعك. قال الهيثمي رواه عبد الله ابن أحمد وأبوه ولم يسق المتن والطبراني ورجالهما رجال الصحيح وروى أبو داود بعضه انتهى. يعني هكذا أيها الإخوة الكرام حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس فردا فردا، يعني ما لقيه أحد إلا عرض عليه الإسلام ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويشرح صدورنا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولهداية جميع الخلق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية جميع الناس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.